أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى اليوم 12 للحرب الروسية على أوكرانيا، ومع استمرار التصعيد الميداني والاشتباكات في مدن عدة اقتربت القوات الروسية من كييف من الجهتين الشمالية والشمالية الغربية من محور مقاطعة سومي إلى الشرق من العاصمة. موسكو اشترطت توجه اللاجئين الأوكران إلى روسيا أو بيلاروسيا مقابل فتح ممرات إنسانية، وهو ما تصفه كييف بالإجراء غير الأخلاقي. في مدينة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا تسبب قصف جوي روسي مكثف باندلاع الحرائق في 21 مبنى وسط المدينة. من جانبها أعلنت أوكرانيا مقتل 40 جنديا روسيا وتدمير 11 آلية عسكرية في الاشتباكات بمدينة لوهانسك شرقي البلاد. هيئة أركان الجيش الأوكراني قالت إن الجيش الروسي يواصل استخدام مطارات بيلاروسيا لقصف البلاد. كانت هذه أبرز التطورات في المعارك خلال الساعات الماضية. نترككم الآن مع أهم المقاطع المصورة من المدن التي شهدت تطورات ميدانية.